بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير، مرحبا بالجميع في المحاضرة الثامنة من مقرر 150 علم الحيوان للعلوم الصحية. اليوم المحاضرة بعنوان سيليولار ميتابوليزم العريض الخلوي. إذا عنواننا ما زال في الخلية أيضا. ما معنى ميتابوليزم؟ Is the sum of all chemical pathways of the cell. يعني هذا هو عنوان الدرس اللي أقصد بها الأيض الخلوي، اللي هو مجموع المسارات الأيضية أو التفاعلات الكيميائية داخل الخلية فيسمى الأيض. في نهاية المحاضرة at the end of the lecture students should be able to، سيكون الطالب قادر على واحد define the cellular metabolism. إذن يعرف المعنى define، يعرف الأيض الخلوي. أيضا define the enzymes, coenzymes, cofactors and fermentation. ما هو الأيض وما هي الإنزيمات والمساعدات الإنزيمية والعوامل المساعدة cofactors وكذلك التخمر. أيضا know the four stages of cellular respiration وما هي أطوار ومستويات وخطوات التنفس الخلوي. أيضا understand the differences between four stages of cellular respiration وما الفرق بين كل الخطوات أو الأربع الخطوات في التنفس الخلوي، كم كمية الطاقة، أين تحدث كل خطوة، وكذلك ما هو الداخل في هذه الخطوة وما هو النواتج من هذه الخطوة. إذن هذه ممكن أيضا الفقرة الأخيرة نعملها في جدول يلخص كل الفروق بين الخطوات، وهذه مهمة أيضا، هذه الفروق مهمة في التنفس الخلوي. إذا أولا نعرف ما معنى cellular metabolism. Metabolism is a sum of all chemical pathways or chemical reactions of the cell which use to obtain energy for the growth. إذا الأيض هو مجموعة من المسارات الكيميائية في الخلية كلها تهدف وتصب في الحصول على الطاقة من العمل والنشاطات الخلوية وعلى رأسها النمو the growth. There are two types of the metabolic pathways. هناك مسارين أيضيين anabolism and catabolism، الأيض البنائي والأيض الهدمي. إذا في نوعين من الأيض، أيض بنائي وأيض هدمي. طيب ما الفرق بين النوعين؟ لاحظوا معي. إذا anabolism is a metabolic reaction or pathway that leads to synthesis of the large molecules from smaller units. While the catabolism is metabolic reaction or pathway that leads to breakdown of the large molecules into smaller units. إذن الأول أقصد بالأيض البنائي أنه ماذا؟ عبارة عن تفاعلات كيميائية أيضية في المحصلة تؤدي إلى leads to، تؤدي إلى تخليق جزيئات كبيرة من وحدات صغيرة large molecules from smaller units. أعطيني مثال عليها اللي هو for example glycogenesis اللي هو formation of glycogen from glucose molecules، من جزيئات الجلوكوز أصنع الجلايكوجين اللي هو polysaccharides. أيضا photosynthesis البناء الضوئي. Anabolism is energy requiring، يحتاج إلى طاقة لأنه بنائي، أيض بنائي. While the catabolism produce energy، ينتج طاقة. For example glycolysis اللي هو digestion of glycogen into glucose molecules. إذا لما أحطم الجلايكوجين يسمى كاتابوليك باثوي أو كاتابوليزم، الأيض الهدمي، وتخرج منه ماذا؟ تخرج طاقة. إذا الأيض البنائي يحتاج طاقة ليبني جزيئات كبيرة من جزيئات صغيرة، بينما الكاتابوليزم أو ما يسمى كاتابوليك باث كاتابوليزم هو عبارة عن بناء أو عفوا تحطيم جزيئات كبيرة إلى جزيئات صغيرة ليخرج منها طاقة، مثل ما يسمى جلايكوليسيز أثناء الصيام اللي هو تحطيم الجلايكوجين إلى جلوكوز يستخدم كوقود للطاقة.
إذن هذا نوعين من عمليات الأيض الخلوي. نقول الأيض هو عبارة عن مجموعة من المسارات الأيضية. ميتا يقول لك باثوي. إذن ما هو الباثوي؟ باثوي is a sequence steps of chemical reactions controlled by specific enzymes. إذن هي عبارة عن سلسلة من الخطوات أو قل سلسلة من التفاعلات الكيميائية يتحكم في كل خطوة وفي كل تفاعل إنزيمها الخاص بها specific enzyme. إذن لكل تفاعل من A إلى B هناك إنزيم يلعب الدور في تحويل المادة الأولى A إلى B، ثم يأتي إنزيم 2 فيلعب الدور في تحويل B إلى C إلى أن تنتهي التفاعلات الكيميائية أو الباثوي المسار الأيضي. إذن هي سلسلة من التفاعلات الكيميائية يتحكم فيها أو في كل خطوة منها له إنزيم خاص بكل خطوة. Metabolic pathway starts with substrate or reactant substance and ends with end product. إذن يبدأ المسار بمادة تدخل في التفاعل اللي هي الأي، تسمى الأي في هذه الحالة reactant من reaction لأن هي التي بدأت التفاعل، فنسميها بادئة التفاعل، أو حين نسميها substrate of enzyme اللي هي المادة الخاضعة للإنزيم، بمعنى التي يشتغل عليه الإنزيم رقم واحد اللي هي الأي، بينما البي هي substrate لمن؟ للإنزيم الثاني، السي هي وهكذا. إذا المادة اللي تدخل في التفاعل لأول مرة تسمى reactant أو substrate، والمادة الناتجة في نهاية المسار تسمى end product أو product اللي هي المادة الخارجة أو المنتج النهائي. Each reaction requires its specific enzyme. إذا كل تفاعل له إنزيم الخاص فيه، أو بالعكس نقول every enzyme catalyzes only one reaction، أو نقول كل إنزيم لا يحفز إلا تفاعل واحد. إذا هذه مسارات أيضية عبارة عن تفاعلات A to B، B to C، C to D وهكذا، ولكل تفاعل إنزيم الخاص A to B، إنزيم نمبر 1، 2، 3 وهكذا. إذا هذا هو مسار أيضي، مسار أيضي. بما أننا تكلمنا عن الإنزيمات، قلنا الأيض الخلوي هو عبارة عن سلسلة من التفاعلات ولكل تفاعل إنزيم خاص، وبالتالي لابد نعطي الإنزيمات فكرة. ما هي الإنزيمز أو الإنزيمات؟ Enzymes are biological catalysts، هي محفزات بيولوجية. وما معنى محفز؟ يعني يسرع التفاعل الكيميائي ويقلل من استخدام الطاقة. إذن catalyst is a chemical substance that accelerates the chemical reactions. إذن هي مادة كيميائية معينة تعمل على ماذا؟ accelerates speeds يعني تسرع تعجل من التفاعل الكيميائي. Enzymes are recycled reusable proteins، هي عبارة عن بروتينات قابلة لإعادة العمل مرة أخرى أو إعادة الاستخدام. فالإنزيم الأول رقم واحد يحول A إلى 2 إلى B، ثم يعاد استخدامه مرة أخرى لتفاعل ثاني وثالث ورابع، يعني الإنزيم يشتغل أكثر من مرة، وبالتالي سميه recycled أو reusable. Each enzyme has specific active site، لكل إنزيم له موقع نشط على سطح هذا الإنزيم. إذا لماذا تختلف الإنزيمات 1، 2، 3، 4 في المسارات؟ لماذا؟ لأنها لكل إنزيم ما يسمى active site اللي هو إنزيم أو موقع نشط على سطح الإنزيم. واضح يا شباب؟ ما أنتم؟ واضح واضح دكتور. طيب عشان نتأكد أن الصوت والصورة واضحين، إذا على بركة الله نقول enzyme specificity is caused by the shape of active site، خصوصية وتنوع الإنزيمات 1 2 3 لكل تفاعل عن الآخر. لماذا مختلفة ولكل واحد specific enzyme؟
هذه الخصوصية في الإنزيمات تعتمد على اختلاف shape of the active site. ما معنى active site؟ small region on the surface of each enzyme where the substrate bind. حيث في هذا المكان اللي هو الموقع النشط هو مكان مخصص على سطح الإنزيم خاص بارتباط bind ارتباط السبستريت. من هي السبستريت؟ المادة الخاضعة لتأثير الإنزيم enzymatic action. لكل إنزيم فعل أو تأثير يشتغل على هذه المادة. مثال نقول السكريز إنزيم يشتغل على السبستريت التي تسمى ماذا؟ سكروز. إذن السكروز هي مادة خاضعة سبستريت. من الذي يشتغل عليه؟ إنزيم يسمى اللي هو السكريز. لذلك السكريز فيه أكتيف سايت يلائم تماما شكل السكروز، وبالتالي نقول هذا الأكتيف سايت خاص بشكل السكروز. فهذا الأكتيف سايت يوجد على كل إنزيم يلائم شكله مطابق للسبستريت. Enzymes form a complex with their substrates. إذن كل إنزيم يصنع معقد يسمى enzyme substrate complex. إذن اتحاد إنزيم مع substrate في الactive site الخاص فيه يشكل تركيب معقد يسمى معقد الإنزيم والمادة الخاضعة enzyme substrate complex. وإذا تكون هذا الcomplex لاحظوا accelerate the reaction يبدأ هذا المعقد في تعجيل وتسريع التفاعل. So it's called هذا المعقد يسمى lock and key theory lock and key model اللي هو القفل والمفتاح بمعنى لا يدخل في القفل إلا لأن هذه السنون مطابقة تماما مع هذه المنطقة اللي هي الactive site of enzyme. لو كان شكل السبستريت مختلف عن الاكتيف سايت لا يمكن هذا المفتاح أن يدخل في القفل، وبالتالي دائما هي نظرية قفل ومفتاح، لكل قفل له مفتاح يناسبه من ناحية الشكل، وهذا ما سميناه الاكتيف سايت. على من؟ على الإنزيم يلائم شكل السبستريت ليشكل enzyme substrate complex to accelerate the chemical reaction، وبالتالي يعجل هذا المعقد يعجل ويسرع من التفاعل الكيميائي. احيانا الاكتيف سايت لا يناسب ولا يلائم، ما في compatibility، ما في توافق مع شكل shape of the substrate. اذا shape of the active site لاحظوا غير متطابق مع السبستريت. ما هو الحل؟ يجب ان نستخدم مواد مساعده اما تكون كوفاكتور او كو انزيم، عوامل مساعده او مساعدات انزيميه تغير من شكل الاكتيف سايت الغير ملائم ليصبح ملائم للسبستريت. اذا ظهرت معنا مواد مساعده هيلبر سبستانسز اللي هي كوفاكتورز اند كو انزيمز. They are هيلبر سبستانسز ماذا تعمل؟ That help in the enzymatic action. تساعد في التأثير الإنزيمي on the substrate على المادة الخاضعة. لماذا؟ إذا كان شكل الأكتيف سايت على الإنزيم لا يلائم السبستريت يجب أن يتدخل الوسيط اللي هو الكوفاكتور أو الكو إنزيم. إذا هي تغير من شكل الأكتيف سايت السبستريت لتجعله ملائم، وبالتالي السبستريت بعد موائمة هذا الموقع الغير مناسب أولا فأصبح مناسب للارتباط. إذا ما الفرق بين الكوفاكتورز والكوانزيمز؟ كوفاكتورز are helper substances that are inorganic ions while the coenzymes are helper substances that are organic molecules such as vitamins. إذن لاحظوا المواد اللي هي الأيونات الغير عضوية تسمى عوامل مساعدة مثل ماذا؟ مغنيسيا، زنك، منغنيز. هذه مواد مساعدة أو عوامل مساعدة لا عضوية.
كوينزيمز ايضا هيلبر سبستانسز فور ذا انزيمز، مساعده للانزيمات، لكنها نون بروتين اورجانيك مولكيولز، مواد عضويه ليست بروتينيه. لو كانت بروتينيه كانت انزيم، لان الانزيم هو بروتين، وبالتالي اي ماده عضويه غير البروتينيه يسمى كو انزيم. مثل ماذا؟ مثل الفيتامينز. ما الذي يعمل؟ ما هو الدور الذي يلعبه الكو انزيم والكو فاكتور؟ لاحظوا كو فاكتورز اند كو انزيمز بايند تو ذا active site and change the shape of active site so the substrate now fits. يعني يغير من شكل الموقع النشط الغير ملائم لارتباط substrate. إذن هذه فكرة ما هو دور الكو فاكتورز والكو انزيمز. لذلك نقول دائما هذه المواد مهمة لفعل الانزيمات، مثال نقص الفيتامينز، فيتامين ديفيشنسي، فور اكزامبل سكارفي اللي هو مرض الاسقربوط اللي يصيب اللثه، هو نقص فيتامين سي. ماذا يسبب؟ السبب ان هذه المواد الفيتامينز تؤثر على الفعل الانزيمي على السبستريت. اذا causes lack of coenzymes and lack of enzymatic action. لو فقدنا الكوينزيم اللي هو الفيتامين سيؤدي إلى أن هذا الإنزيم لا يعمل. لماذا لا يعمل؟ لأن الأكتيف سايت لا يلائم السبستريت، وبالتالي الوسيط أيضا غير موجود اللي هو نقص الفيتامينات. فيتامين ديفيشنسي causes lack of coenzymes and lack of enzymatic action. لذلك نقول هذه العوامل المساعدة لتعمل وسيط بين الاثنين. اليوم نتكلم عن ما يسمى التنفس الخلوي cellular respiration or aerobic respiration. There are four stages of the cellular respiration. هناك أربعة أطوار أو خطوات للتنفس الهوائي، التنفس الخلوي. Glycolysis in the cytoplasm, preparatory reaction, transition reaction or link reaction, citric acid cycle or Krebs cycle, and electron transport system or electron transport chain. إذن التحلل السكري glycolysis، تحلل الجلوكوز يقسم إلى جزئين اللي هو 2 pyruvates، ثم الخطوة الثانية preparatory reaction التفاعل التحضيري أو transition الانتقالي أو link reaction اللي هو نسميه الوسيط الواصل بين glycolysis وبين citric acids ويسمى link اللي هو الرابط. ايضا عندي ما يسمى الكريبس سايكل داخل الميتوكوندريا، وايضا داخل الميتوكوندريا الرابع اللي هو اي تي اس الكترون ترانسبورت سيستم. لاحظوا عند دخول السكر الجلوكوز والاكسجين الى الخليه تبدا الميتوكوندريا ببناء الطاقه من الادينوزين دايفوسفيت، تحولها الى الادينوزين ترايفوسفيت، و تنتج عندي ايضا ثاني اكسيد الكربون بالاضافه الى الطاقه والماء. هذا هو الملخص. تعالوا نتكلم عن مراحل التنفس الخلوي cellular respiration. ان بمجرد انتقال الجلوكوز من البلاد فيزلز او من البلاد كابيلاري الشعيره الدمويه وانتقال الاكسجين الى داخل الخليه عن طريق السمبل ديفيوشن، وانتقال الجلوكوز من الدم إلى داخل السيتوبلازم عن طريق الفاسيليتيتد ديفيوشن، دخل الاثنين بدأت مرحلة تسمى سيليولار ريسبيريشن. أول مرحلة هي الجلايكوليسيس في السيتوبلازم، في سيتوبلازم الخلية. المرحلة الثانية أو الثالثة والرابعة داخل الميتوكوندريا، داخل الميتوكوندريا هنتكلم عنها. هذه فكرة أساسية، مخطط أولي لتخيل اللي هي ما الذي يحدث داخل الخلية. أول خطوة تسمى glycolysis. It is a process of splitting glucose sugar. يعني ما معنى glycolysis؟ أقصد فيها شطر splitting of glucose molecule. أشطر جزيئة الجلوكوز السداسية إلى جزيئتين ثلاثية. كل جزيئة تسمى pyruvate أو pyruvic acid. إذن هذه الفكرة الأساسية. Glycolysis is
the first step in both aerobic and anaerobic respiration. وهي خطوة مشتركة في التنفس الهوائي aerobic وanaerobic ولا هوائي. لذلك نقول تحلل الجلوكوز glycolysis takes place in both aerobic and anaerobic respiration. لذلك نقول أنها تحدث في التنفس الهوائي والتنفس اللاهوائي. إذن glycolysis is catabolic pathway. ما معنى catabolic؟ يعني هدمية، تشطر الجلوكوز إلى جزيئتين أصغر فهو catabolism. إذن catabolic pathway can occur with or without oxygen. قد تحدث هذه الخطوة بحدوث ووجود الأكسجين أو بغياب الأكسجين. Glycolysis takes place in the cytoplasm of the cell. مثل ما شاهد تحدث هذه الخطوة داخل السيتوبلازم. بقية الخطوات كلها تحدث داخل الميتوكوندريا. إذن هي الوحيدة التي تحدث خارج الميتوكوندريا في السيتوبلازم. ما الذي يحدث للجلوكوز؟ جلوكوز هكسوز اللي هو 6 كربون اتومز سبلتس انتو تو هافز، ينقسم الى او ينشطر الى قسمين او نصفين، which you call بايروفيت مولكيول بايروفيك اسيد. اذا ينشطر الى جزيئه ثلاثيه الكربون تسمى بايروفيت او بايروفيك اسيد. كان سداسي الكربون اصبح جزيئه مركب كيميائي ثلاثي الكربون. إذن هذه أول فكرة أساسية. ما معنى اللي هو glycolysis؟ قلنا جلوكوز splits into two halves two molecules pyruvate or pyruvic acid. إذن هذه this step is used to ATP molecules produced for ATP molecules so the net of ATP to ATP molecules. ما هي الطاقة الصافية؟ نقول الصافي إذا علمنا أن خطوة شطر الجلوكوز تستخدم الخلية فيها 2 ATP molecules والناتج اللي هو 2 في 2 4 ATP molecules. وبالتالي نقول كم المحصلة النهائية للطاقة؟ كم النت الصافي؟ كم الصافي؟ 2 ATP يعني 4 ناقص 2 الصافي، المحصلة الباقي لدينا في الخلية اللي هو 2 ATP molecules. واضح يا شباب؟ إذا نقول هذه هي فكرة ما يسمى glycolysis، تحدث في السيتوبلازم، هي أول خطوة في التنفس الخلوي cellular respiration، وفكرتها أنها تحدث في كلا النوعين الهوائي واللاهوائي سواء بوجود أو بغياب الأكسجين، فهي يعني خطوة مشتركة في التنفس الهوائي والتنفس اللاهوائي. ما الذي يحدث فيها؟ يشطر الجلوكوز السداسي إلى جزيئتين أو مركب كيميائي ثلاثي الكربون اللي هو البيروفيك أسيد أو البيروفيت. أصبح عندي مسارين، كان مسار واحد أصبحت الآن خطوتين اللي هو بيروفيك، فنتكلم عن واحدة منهم ثم نضرب في اثنين. إذا ما هي المواد الداخلة اللي هو الانبوت جلوكوز and أكسجين؟ ما هو الأوتبوتس اللي بالأخضر الخواء اللي خرجت من أو النواتج من التفاعل؟ لاحظوا 2 ATP الصافي 2 ATP، أيضا 2 pyruvates 2 pyruvic acids، وأيضا عندي ما يسمى NADH نيكوتين أمايد دايهيدروجين. إذا هذه مادة تسمى نواقل إلكترونية، نواقل إلكترونية. إذا هذه النواتج. ما الذي يدخل؟ إنبوت مهم جلوكوز سداسي الكربون زائدا أكسجين. وبالتالي ما الذي نحصل عليه من هذه الخطوة اللي هو 2 ATP و 2 pyruvate أو pyruvic acids وأيضا 2 NADH. معي يا شباب؟ أريد أتأكد أن الصوت والصورة واضحين. واضح يا شباب؟ واضح عبد الرحمن. طيب اذا هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه يا شباب تسمى preparatory reaction التفاعل التحضيري او transition reaction
التفاعل الانتقالي، فهو مرحلة بس مجرد انتقالية عشان ندخل إلى دورة كريبس، أو يسمى link reaction because it links between first step which are called glycolysis and third step which are called Krebs cycle or citric acid cycle. إذا لماذا يسمى link؟ لأنه حلقة وصل بين الخطوة الأولى glycolysis والخطوة الثالثة اللي تحضر لها اللي هي دورة كريبس. ما هو الـ preparatory reaction؟ It is the second step of the cellular respiration takes place in the matrix of the mitochondria. تحدث هذه الخطوة في حشوة الميتوكوندريا، داخل الحشوة. ما الذي يحدث في هذه الخطوة؟ لاحظوا. Two pyruvates اللي هي ثلاثية الكربون converted to two acetyl CoA اللي هو ماذا؟ ثنائي الكربون. منين جاءت هذه المادة؟ لاحظوا. Pyruvate loses one carbon atom to form acetyl CoA اللي هو two carbon atoms. إذا كان ثلاثي الكربون ففقد ذرة كربون، لاحظوا هذه الذرة اللي باللون الأسود، فقدها البيروفيت فتحول إلى الأسيتايل كو أي. ما معنى فقد ذرة؟ خرج ما يسمى كربون دايوكسيد اللي هو ثاني أكسيد الكربون، فخرجت هذه الجزيئة فأصبح عندي بدلا من البيروفيت ثلاثي الكربون أصبحت جزيئة فيها ذرتين من الكربون تسمى أسيتايل كو أي. أسيتايل كو، إذا هذه خطوة ولها خطوة أخرى مقابلة. إحنا قلنا صار عندي مسارين، بمجرد انشطار الجلوكوز إلى جزيئتي بايروفيك أسيد أو بايروفيت أصبح الكلام عن خطوتين، فهذه خطوة والأخرى غير مرسومة. فنقول ما هو الإنبوت في هذه الخطوة اللي هو 2 أسيتايل 2 بايروفيت، فأصبح عندي الأوتبوت الخارج 2 أسيتايل كو أي، واحد هنا واحد غير مرسوم، و2 CO2 اللي هو كربون دايوكسيد. هل حصلنا على طاقة من هذه الخطوة؟ No ATP molecule، لا يوجد أي ذرة أو جزيئة طاقة من هذه المرحلة. إذا تحول البيروفيت الثلاثي بخروج ثاني أكسيد الكربون، نزعنا ذرة كربون، أصبح عندي مركب ثنائي الكربون CC، هذا هو الأسيتايل كو أي. هذه المادة أو هذا المركب هو مادة دخول في دورة كريبس. إذا ينتقل مجرد تكون الأسيتايل كو ينتقل إلى ما يسمى دورة كريبس اللي هو السيتريك أسيد سايكل. It takes place in the matrix of the mitochondrion. أيضا تحدث هذه الدورة نفس الشيء في حشوة الميتوكوندريا. أسيتايل كو أي اللي هو ثنائي الكربون is combined with أوكزالو أسيتيك أسيد أو أوكزالو أسيتيت اللي هو رباع الكربون to form producing citric acid اللي هو سداسي الكربون. إذا الأسيتايل كو أي الخطوة السابقة سيتحد مع مركب الأوكزالو أسيتيت أو أوكزالو أسيتيك أسيد رباع الكربون هذا زائد هذا ليشكل مركب يسمى citric acid سداسي الكربون، سداسي الكربون. وهذا المركب هو مفتاح واللي هو زر تشغيل دورة كريبس، وبالتالي سميت الدورة باسمه citric acid cycle، لأنه لا تشتغل هذه الدورة ولا تبدأ إلا إذا حصلت على citric acid. إذا هذه الفكرة الأساسية. ونذكر مرة أخرى نقول هذه دورة لدورة كريبس، لكن هناك دورة أخرى غير مرسومة لأنه عندي مسارين، وبالتالي نقول كريبس سايكل أكرز توايس مرتين، لأنه عندي بمجرد ما انشطر الجلوكوز أصبح عندي مسارين، وبالتالي نتكلم عن واحدة ونضرب الأعداد في اثنين في اثنين لأن توايس لأنها مسارين أو مرتين. إذا لاحظوا هنا ما الذي يدخل في دورة كريبس وما الذي ينتج؟ دائما نقول input باللون الأحمر output باللون الأخضر. إذا لاحظوا 2 acetyl CoA واحد هنا واحد غير مرسوم 2 exhalo acetate أيضا آخر غير مرسوم. ما هو لاحظوا هنا 2 carbon dioxide وأيضا غير مرسوم 2 carbon dioxide صار عندي 4 CO2
ATP واحد وأيضا واحد آخر غير مرسوم صار عندي 2 ATP molecules. أيضا واحد FADH2 وأيضا واحد آخر 2 FADH2 وأيضا 3 NADH أصبح عندي 6 NADH وهكذا. إذن هذه دورة وهي دورة أخرى مكررة مرتين، وبالتالي هذه دورة كريبس ينتج منها 2 ATP وأربعة ثاني أكسيد الكربون واثنين نواقل إلكترونية فلافين FADH وأيضا ناد نيكوتين أمايد داي هيدروجين أيضا نفس الكلام نواقل إلكترونية. إذا هذا النيكوتين أمايد نختصرها NADH وفلافين أدينين داي نيكليوتايد أيضا نختصرها FAD2. إذا هذه هي النواقل الإلكترونية. هذه في الخطوة الثالثة من التنفس الخلوي. آخر خطوة من هذا التنفس الخلوي هي ما يسمى ETS أو ETC Electron Transport System أو Electron Transport Chain وأحيانا also known as Oxidative Phosphorylation الفسفرة التأكسدية. أين تحدث؟ هذه مميزة. It takes place on the cristae of inner mitochondrial membrane يعني تحدث على الأعراف. وين توجد الأعراف؟ على الغشاء الداخلي للميتوكوندريا. ويستخدم ما معنى نقل الإلكترونات؟ يستخدم NADH و FADH2 كنواقل إلكترونية ومنها ينتج الطاقة. It utilizes the NADH and FADH2 as electron transports كنواقل إلكترونية للإلكترونات. وبالتالي نقول الأكسجين هو المستلم النهائي للإلكترونات، لذلك هذه الخطوة لا يمكن أن تحدث إلا بوجود الأكسجين، لذلك سمي تنفس خلوي في وجود الهواء أو الأكسجين. إذن electron transport system cannot occur without oxygen because the final electron acceptor is oxygen لأن الأكسجين هو المستلم النهائي للإلكترونات، وبالتالي لا يحدث هذه الخطوة لا تحدث إلا بوجود الأكسجين. كم تنتج هذه المرحلة من الطاقة؟ أكبر مرحلة وأكبر كمية تنتج من الطاقة في هذه المرحلة. It produces the most ATP about 32 to 34 ATP molecules. إذن خلال هذا التنفس في بعض الخلايا زي القلب الهارت and liver الكبد والقلب تنتج ما مقداره 34. بقية الخلايا العادية غير القلب والكبد تنتج اللي هو 32 ATP molecules. إذن هذا هي أكبر مرحلة لإنتاج الطاقة هي الإلكترون ترانسبورت سيستم نظام نقل الإلكترونات. من هو المستلم النهائي؟ الأكسجين. لذلك لابد من هذه الخطوة من توفر الأكسجين كمستلم نهائي للإلكترونات. طيب ما هو ملخص معادلة التنفس الخلوي؟ نقول جلوكوز سداسي الكربون اللي هو C6H12O6 معروف هكسوز اللي هو سداسي الكربون زائدا O2 أكسجين في سيتوبلازم الخلية اللي هو الجلايكوليسيز وداخل الميتوكوندريا بقية الخطوات سنحصل على ما يسمى اللي هو من 36 إلى 38 ATP مولكيولز اللي هي الإنرجي طاقة. وأيضا قلنا يخرج منها فضلات اللي هو ثاني أكسيد الكربون و H2O. هذا ما يسمى cellular respiration equation معادلة التنفس الخلوي باختصار، هذه المعادلة الأخيرة. إذن على غشاء الخلية نقول يدخل الأكسجين ويدخل الجلوكوز فتبدأ عملية الجلايكوليسيز في السيتوبلازم ثم بقية الخطوات على وين؟ على داخل الميتوكوندريا، إما تكون في الميتوكوندريال ماتريكس أو تكون على الإنار ميتوكوندريال ميمبرين. أين تحدث هذه لاحظوا آخر خطوة فقط هي على الأعراف على الغشاء اللي هو الداخلي للميتوكوندريا اللي هي قلنا مرحلة نقل الإلكترونات من مكان من مسار إلى آخر إلى آخر إلى أن تنتج عندي كمية كبيرة من الطاقة. لكن الخطوة الثانية والثالثة
تحدث فيما يسمى اللي هو ميتوكوندريا الماتريكس، اللي هي حشوة الميتوكوندريا. إذا ما هو التوتال اي تي بي برودكشن؟ كم الناتج في الخلية من الطاقة؟ قلنا من 36 إلى 38 اي تي بي. تعالوا نحسبها. 2 اي تي بي 2 اي تي بي مولكيولز ان جلايكوليسيس ستيب، 2 اي تي بي مولكيولز ان ذا كريب سايكل ستيب، 32 اي تي بي مولكيولز فروم الكترون ترانسبورت سيستم. توتال قلنا من 36 الى 38 جزيء الطاقة. اخر شريحة نقول هذا كان بالنسبة للتنفس الهوائي. ما هو بالنسبة للتنفس اللاهوائي بغياب الاكسجين؟ هذا يسمى anaerobic respiration or fermentation، اللي هو باكتشاف العالم لويس باستر. إذا هذه التنفس اللا خلوي أو اللاهوائي أو التخمر، أقصد فيها production of energy from glucose in absence of oxygen، أقصد فيها إنتاج الطاقة فقط باستخدام جلوكوز وغياب الأكسجين. Respiration without oxygen is called anaerobic. إذن بدون الأكسجين respiration التنفس يسمى تنفس لا هوائي، anaerobic respiration or fermentation. ما معنى هذا الكلام؟ It is a metabolic process by which glucose is broken down anaerobically. يعني أقصد فيها تفاعل وخطوة أيضية لتكسير الجلوكوز إلى بايروفيك بايروفيك أسيد أو بايروفيت بايروفيت مولكيول لا هوائيا. ما معنى لا هوائيا؟ بغياب الأكسجين، absence of oxygen. إذن هذه الفكرة الأساسية. ما هي الآلية؟ كيف يحدث التخمر؟ Fermentation starts with glycolysis to form two pyruvic acid molecules or pyruvate molecules. إذا ينشطر الجلوكوز ليشكل pyruvic acid جزيئتين أو pyruvate، ثم which then processed further to form alcohol or lactic acid، وبالتالي يشكل فيما يلي pyruvic يتحول إلى كحول أو إلى حمض اللبنيك أو حمض اللاكتيك. إذا كم نوع من التخمر؟ There are two types of fermentation: alcoholic and lactic acid fermentation. تخمر كحولي by the yeasts، ويحدث عن طريق الخمائر، نوع من أنواع الفطريات وحيدة الخلية تسمى yeast، وهذه دائما ما نستخدم في الدو اللي هو العجين، ونلاحظ تشكل ثاني أكسيد الكربون. لماذا؟ لأن الجلوكوز يتحول إلى 2 بايروفيت ثم يتحول إلى إيثانول زائدا كربون دايوكسيد و ATP. هذا ثاني أكسيد الكربون يعمل بابلز فقاعات in the beers wine or dough، اللي هو في العجين أو في يعني الله يجيرنا المسكرات اللي هو البير والواينز النبيذ إلى آخره. فإحنا نقول هذا هو تخمر داخل الخمائر اللي هي الخميرة يست، وهذا يسمى كحولي لأنه ينتج ما هو يسمى الإيثانول اللي هو الكحول الإيثيلي. Lactic acid fermentation by the bacterial cells or by the human muscle cells. التخمر اللبني إما يحدث عن طريق البكتيريا، وهذا أستخدمها، لاحظوا أستخدم لصناعة ما يسمى اليوغرت اللي هو الزبادي، الزبادي يعني يعطيه طعم، لذلك تستخدم في الزبادي بكتيريا تسمى لاكتوباسيلس. إذا البكتيريا تعمل ماذا؟ تحول الجلوكوز إلى بايروفيت، فيتحول البايروفيت إلى لاكتيك أسيد يعطينا الطعم المعروف اللي هو في الزبادي. وأيضا يحدث تخمر في عضلات الإنسان، ولذلك نقول دائما ما يوصي يعني يوصي المدربين بالإحماء، لاعبين بالإحماء والتسخين قبل النزول إلى المباراة من أجل تجنب ما يسمى اللي هو muscle cramp or fatigue of the muscles. متى؟ أثناء قلنا العمل الشاق مباشرة دون إحماء يتراكم اللاكتيك أسيد على الخلايا العضلية ويعمل ما يسمى الشد العضلي. إذا باختصار نقول هناك نوعين من التخمر: كحولي عن طريق الخمائر، ولاكتيك أسيد fermentation عن طريق
إما عضلات الإنسان يحدث في الإنسان أو في البكتيريا في المنتجات الحليب أو منتجات الزبادي. واضح يا شباب؟ نوعين من التخمر. نوعين من التخمر. انتهى الدرس. أي سؤال، أي استفسار فيما يخص محاضرة اليوم أو أي محاضرة سابقة أيضا، لدينا ربع ساعة وأكثر أو 10 دقائق نتناقش فيها إذا حبيت، وإذا في أي استفسار أو سؤال.